وبالعودة مشاهدينا إلى خبر جزيرة لا بالما الإسبانية، انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد أستاذ عدنان الأيوبي الصحفي والمتخصص في الشؤون الأوروبية. أرحب بك معنا أستاذ عدنان في هذه النشرة الإخبارية بداية، وبعد التحية يمكن من الواضح أن الأمر يزداد سوءا خاصة بعد وصول هذا السيل من البركان الحمم من جزيرة لا بالما إلى البحر. برأيك كيف تقرأ الوضع الآن وما هي خطورة هذه الخطوة؟ يعني حتى الآن لا يستطيع أحد أن يقول بأن الخطورة تتراجع، بل هناك الخبراء يؤكدون بأن خطورة هذا البركان والحمم التي يقذفها والتي وصلت إلى مياه المحيط الأطلسي هي تشكل خطرا كبيرا، إلا أنه هو لحسن الحظ بأن الرياح تأتي من الناحية الشرقية إلى الغربية، أي أنها تحمل الغازات السامة التي تنتج عن اصطدام الحمم البركانية مع مياه الأطلسي إلى الناحية الغربية، حيث لا توجد أي جزر أو أي مناطق سكانية في تلك المنطقة في الوقت الحاضر. طيب أستاذ عدنان، هناك من يحذر من خطورة انبعاث غازات سامة نتيجة التقاء هذه الحمم المنصهرة، برأيك ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك وما هي نتائج ذلك على الوقت القريب؟ النتائج غير معروفة، ولكن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لمنع الاقتراب من مناطق لسان البركان أو الحمم التي يغطي البركان على بعد أميال. هناك خسائر أكثر من حوالي 700 منزل دمرت، هي شاليهات معظمها شاليهات وفيلل، ولحسن الحظ أنه لا توجد خسائر بالأرواح حتى الآن، ولكن لا أحد يعلم، لأنه لا أحد يستطيع أن يغوص في عمق البركان، ولا أحد يعلم كم سيبقى وكم ستكون قوة هذا البركان خلال الأيام القادمة. يعني الأمور في هذه الظاهرة الطبيعية لا أحد يستطيع، رغم أن هناك علماء في علم البراكين والآخره لا يستطيعوا أن يؤكدوا ماذا سيحدث تماما. إذن هل سيتم هناك اتخاذ عدد من الإجراءات بالنسبة للحكومة الإسبانية لمن يقطن أو يسكن داخل أو بالقرب من هذه الجزيرة، جزيرة لا بالما الإسبانية؟ يعني في الساعات الأخيرة الحكومة المركزية هنا في العاصمة مدريد اتخذت قرار بإعلان جزيرة بالما من جزر الخالدات أو جزر الكناري، سابقا كانت تسمى الخالدات، منطقة كارثية متعرضة لكارثة، وسترسل في دفعة أولى أكثر من 10 ملايين يورو لمساعدة المنكوبين في المنطقة، لأنها منطقة منكوبة، وخاصة لإعادة إحياء المساكن التي دمرها البركان والتي يزيد تعدادها كما قلنا عن 52 منزلا. وهناك من المتوقع أن يتم إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية، كان ذلك من المواد الغذائية أو من القضايا الضرورية للحياة اليومية، حيث تعيش مئات من العائلات في بعض المناطق القريبة في ملاعب وفي فرنسا وإلى آخره قريبة من منطقة البركان. إذا أخيرا أستاذ عدنان، كيف يعني تأكيدا على كلام حضرتك واستكمالا لكلامك، كيف يتعامل المواطنون مع كل هذه الإجراءات من الحكومة الإسبانية وبعد كل هذه الخسائر؟ هل هناك يمكن خطة واضحة للتعامل مع المواطنين؟ هذه كارثة، طبعا شكلت لجنة هنا من 3 أو 4 وزارات، وأيضا شكلت لجان من على صعيد جزيرة بالما، ولكن السكان يتضامنون في هذه الحالة، لأن هذه ليست قضية سياسية أو قضية يعني اجتماعية، بل هي هذه قضية طبيعية، يعني هزة طبيعية، كارثة طبيعية، يجب أن يتضامن الجميع. وهنا الإسبان بشكل عام متضامنون ويرسلون المساعدات التي يتمكنون من إرسالها إلى المنكوبين في جزيرة بالما. على أي حال أتوقع أن المجتمع الإسباني مجتمع تضامني، الحكومة الإسبانية أيضا وقفت موقف حاسما وسترسل وترسل المساعدات إلى هناك، قوات الجيش، قوات الحماية المدنية، قوات الشرطة إلى آخره، الممرضون، الأطباء، الكل يعمل لإنقاذ ومساعدة المنكوبين. وبالتأكيد سيكون هناك عدد من الاجتماعات التي ستعقد على مدى القريب للتأكيد على الحماية المدنية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عدنان الأيوبي الصحفي والمتخصص في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لحضرتك.